الرئيس السيسي يتابع مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح الأراضي ويوجه بدراسة أي تحديات تواجه المشروع. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري ويوجه بتوسيع قاعدة المناقشات. المفوضية الأوروبية تتوقع فرض حظر أوروبي على النفط الروسي قريباً. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، لا سيما ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والزراعة وعدد من المسؤولين. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري، بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصة مناطق المنيا ومنفلوط وتشكا والمغرة وسيوة والفرفرة والطور. كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة. وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري، وقد جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء وذلك بحضور وزيري العدل والإسكان لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر. وتطرق هذا الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين تمهيدا لإصدار القرار، والذي يعد خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تخص المشروعات السياحية والتنموية، والتي تدر عائدا كبيرا بالنقد الأجنبي وتسهم في توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن أحد المشروعات السياحية بالمنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية الاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الغربية، بما يعمل على حسن إدارتها وبما يضاهي المشروعات العالمية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمراجعة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي بشأن القضايا المهمة واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أنها تعد شراكة جيدة بين السلطتين تستهدف صالح المواطنين. كما أكد مدبولي أنه يوجه الوزراء بصفة مستمرة لحضور اجتماعات اللجان النوعية ذات الصلة بوزارتهم من أجل عرض ومناقشة الملفات المطروحة وكل ما يتعلق بها من تقارير بمنتهى الشفافية. أضاف رئيس مجلس الوزراء لأن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لمناقشة تداعيات وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة وأثرها السلبية على الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع القيادة التعبوي خالد 20، والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد 20، والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبذل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع. كما طالب مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم
والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. هذا وقد غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متوجها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة. ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين. تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية واستمرار العلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية. نظمت هيئة قناة السويس احتفالية خاصة لمجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك مبنى المارينا الجديد شرق القناة بمدينة الإسماعيلية. تهدف هذه الاحتفالية للاحتفاء بأسر الشهداء وتعظيم البطولات التي سطرها رجال وأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل، والتضحيات الغالية التي قدموها في سبيل الذود عن تراب الوطن وحفظ سلامة وأمن أراضيه. وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في كلمة له أن قناة السويس حرصت على تخليد ذكرى وبطولات شهداء مصر بإطلاق أسمائهم على أحدث وأبرز مشروعاتها القومية لربط سيناء الحبيبة بالوادي عبر سلسلة من الكباري العائمة تربط ضفتي القناة في مدن القناة ثلاث. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجم السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجم السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 333 طن، كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة إلى ضبط 617 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 201 قضية خبز ناقص للوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 76 طن أقماح محلية. وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط أكثر من 13 طن أسمنت. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها، وكذا جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، حيث نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في هذا التقرير. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها في هذا الإطار بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والتي أسفرت عن ضبط 35 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء بحوزة مالك شونة غلال بالقليوبية ومالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بالمنوفية، وضبط 48 طن أقماح محلية تم حجبها عن التوريد بهدف الإتجار بها في السوق السوداء بالشرقية وسوهاج والبحيرة وبورسعيد. كما تمكنت الإدارة من ضبط 24 طن دقيق ومكرونة قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة
بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط أكثر من 56 طن أرز وسكر غير معلن عن أسعارها. قام المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، نجحت الإدارة في ضبط 31 طن دقيق وزيت طعام وملح طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ. ونجحت الإدارة في ضبط 90 طن أسمنت تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن مخزنين لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بالإسكندرية. وضبط 25 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها، قام مالك محلين ومخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتمكنت من ضبط أكثر من 26 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. وضبط 12 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة المسؤولين عن محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. عن الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الانتهاء من تطهير ميناء مدينة ماريوبيل الأوكرانية بشكل كامل من الألغام. يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن موسكو قد تعمدت إبطاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا من أجل السماح بإجلاء المدنيين. وأكد وزير الدفاع الروسي أن الإعلان عن وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية يهدف لإخراج المدنيين من المناطق المحاصرة، مشيرا إلى بطء وتيرة العمليات العسكرية في الشرق وذلك لتجنب وقوع إصابات بين السكان المدنيين. هذا وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الرابع، وتشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك ضارية بين الجانبين. تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق، وبالتزامن مع ذلك تسعى العديد من دول العالم للعب دور الوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي. مع دخول العمليات العسكرية في أوكرانيا شهرها الرابع، ما زال القتال مستمرا دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة. وسط تعثر مساعي المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لوقف القتال واستعادة الاقتصاد العالمي استقراره مرة أخرى، منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية الروسية في 24 من فبراير، تشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك ضارية بين الجانبين، تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق، إلا أن محاولات للسيطرة على العاصمة كييف باءت بالفشل بعد أن دمرت البنية التحتية للمدينة. ومع استمرار العمليات العسكرية جهة الشرق، كثفت القوات الروسية عملياتها العسكرية في إقليم دونباس، حيث تسعى لتطويق ثلاث مناطق في الإقليم الذي يشهد تقدماً روسياً واسعاً، وتحشد ذلك الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف والقوات التي كانت تحاصر ماريوبول الساحلية التي باتت تخضع للسيطرة الروسية بعد أسابيع من القتال والحصار للقوات الأوكرانية داخل مجمع أزوفستال للصلب. وخلال الأشهر الماضية أسفر القتال بين روسيا وأوكرانيا عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى والأسرى أيضاً
في صفوف الطرفين، كما تسببت العملية العسكرية في نزوح أكثر من 6 ملايين حتى الآن نحو دول الجوار، ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي أوكرانيا نفسها يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 8 ملايين شخص. محاولات عدة سعى إليها الغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة لصد روسيا عن استكمال عملياتها العسكرية في أوكرانيا، منها اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية لإضعاف موسكو اقتصاديا، لا سيما المفروضة على تدفق الغاز الروسي لأوروبا وخروج البنك المركزي الروسي من النظام المالي العالمي سويفت، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس وأيضاً الرئيس فلاديمير بوتين. الدعم الغربي لأوكرانيا لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى مرحلة الدعم العسكري وشمل معدات ثقيلة وأنظمة دفاعات جوية متطورة وصواريخ وأسلحة مضادة للدروع، بالإضافة إلى مئات من الطائرات المسيرة لمواجهة التقدم الروسي الواسع في شرق البلاد. وبعيداً عن أرض المعركة، وجهت العملية العسكرية في أوكرانيا ضربة جديدة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى بعد من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتداعياتها على المؤشرات الاقتصادية، من تراجع للنمو وارتفاع في الأسعار، ووصل مستوى التضخم عالمياً إلى مستويات قياسية. قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن روسيا تكثف عملياتها في دونباس. هذا وتسعى روسيا لمحاصرة المناطق الأوكرانية، موضحة أن روسيا حققت نجاحات في بعض المناطق بسبب تركيزها على وحدات المدفعية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد لفتت إلى أن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر ودمرت المعدات العسكرية التابعة للواء الهجوم الجبلي 10 للجيش الأوكراني. أعلنت روسيا أنها منعت 154 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القرار جاء رداً على ما اتخذته حكومة بريطانيا في مارس الماضي بوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد الروسي بأكمله. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أنها تعمل مع مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة فيما يخص أمن الغذاء. وخلال كلمتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قالت فوندرلاين إن علامات تزايد أزمة نقص الغذاء قد أصبحت جلية، ولذا علينا التحرك بشكل عاجل، مؤكدة أن المفوضية تعمل مع مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية فيما يخص أمن الغذاء. هذا وتوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن يحدث الحظر الأوروبي على النفط الروسي قريبا، وأضافت في مقابلة تلفزيونية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد على ذلك في الوقت الحالي، مؤكدة أنها مسألة أسابيع ويبدأ الحظر. أضافت كذلك أن فرض حظر أوروبي على النفط الروسي سيكون الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظات المجر على فرض حظر أوروبي على النفط الروسي ما زال ممكنا خلال الأيام المقبلة. قال قصر الإليزي أن هناك خيارات مختلفة على الطاولة للخروج من هذا المأزق.
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حالة طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء المجري إن العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب أن تحمي المجر الأمن المالية لكافة الشعوب وأسرها. بحثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الصيني وانغ يي التحديات العالمية الحالية، وعلى رأسها تداعيات وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. خلال محادثاتهما عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية الالتزام بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، موجهة النداء إلى جميع أعضاء المجتمع الدولي لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن من غير المقبول أن تقف بعض الدول إلى جانب روسيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بريتوريا، أضاف شولتز أنه لا يزال من المهم مناقشة آثار الأزمة الأوكرانية للتأكد من أنها ستنتهي. وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي على تعليق العمل بالرسوم المفروضة على المنتجات التي يتم استيرادها من أوكرانيا في مسعى لدعم اقتصاد كييف في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. بلغت قيمة التعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي تعد من أبرز البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية 52 مليار يورو العام الماضي، وذلك وفق المفوضية الأوروبية. قال مدير هيئة مراقبة الطاقة في بريطانيا غونسان بريلي إن فواتير الطاقة قد ترتفع بشدة في بريطانيا لتصل إلى 2800 جنيه استرليني، وذلك في السنة لكل أسرة. وحذرا من الارتفاع الهائل في سقف أسعار الطاقة التي تبلغ حاليا 1971 جنيه استرليني، مضيفا أن ذلك يأتي بتأثير حالة التضخم العالمي وتداعيات الأزمة الأوكرانية. هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل، وذلك لكي تسجل 16.6%. شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية والأسعار ضغطا على المشترين للمرة الأولى، وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان الأمريكي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل الجديدة قد سجلت 591 ألف وحدة الشهر الماضي مقابل 709 ألف وحدة في شهر مارس. قال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن البنك المركزي الأوروبي سوف يتحرك تدريجياً لزيادة أسعار الفائدة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. يعني دعنا نضع أنفسنا مكان الشعوب التي تطلها الأزمة الأوكرانية الروسية بشكل اقتصادي، انعكس في التضخم وارتفاع الأسعار. ماذا تفعل الكيانات الكبرى التي تجتمع الآن في هذا المنتدى العالمي بدافوس من حلول؟ طبعا يعني دعونا نتفق أن يعني الحلول السريعة لتلك الأزمة غير متاحة حتى الآن، ويمكن حتى أن الرسائل اللي وصلت لنا من
الكائنات والدول الكبرى اللي هي يعني دايما بنقول عليها الدول العظمى والاقتصادات المتقدمه، ان يعني لا ان التضخم فوق التوقعات وان لا توجد علاج سريع للتضخم، وبالتالي هتبتدي تلجا تلك الدول او ابتدت تلجا بالفعل للحلول النقديه وهي او السياسه النقديه عن طريق رفع اسعار الفايده لدى بنوكها المركزيه، بعد ما ان كانت الحلول المرتبطه بسعر الفايده واليات رفع اسعار الفايده يمكن كانت مرتبطه اكثر بالدول الناميه والاسواق الناشئه، وكانت طبعا الدول الكبرى دائما كان لديها حلول سريعه انها تنأى من التضخم، ولكن طبعا ان التضخم كان مرتبط باسعار المواد الغذائيه، بل ان يعني يمكن ليست زياده معقوله، ولكن حتى يمكن في بعض اسعار السلع والمواد وصلت للضعف تقريبا زي القمح والزيوت وعدد من السلع الاخرى، بالاضافه لان الارتفاع الكبير اللي في اسعار البترول طبعا تم ترحيله بالكامل لباقي السلع والمنتجات، وطبعا ايضا يعني ان نقول ان الازمات اللي زي كده بتكون فرصه كبيره للشركات الكبرى وكبار التجار وكبار الموزعين ان هم بيحاولوا ان هم يمرروا التضخم الى المستهلك عن طريق ان يعني توجد سبب يوجد ظرف استثنائي، وبالتالي يعني تمرير التضخم اصبح امر واقع، بل ان يمكن اغلب الشعوب تتعامل مع التضخم كانه امر متوقع جراء تلك الازمه وجراء نعم. طبعا لكن هل تحريك اسعار الفائده يضعنا امام حلول سريعه برايك؟ يعني طبعا بالنسبه لسعر الفائده طبعا يعني يجب ان نضع في الاعتبار ويعلم الجميع ان التضخم عندما يتم معالجته بيتم معالجته بامرين، سياسه ماليه وسياسه نقديه. طبعا السياسه الماليه المرتبطه ببرامج الحمايه الاجتماعيه ودعم الانشطه الاقتصاديه المنتجه والانشطه الاقتصاديه المرتبطه بالامن الغذائي وخلافه، ولكن ده طبعا بياخد وقت، ولكن على الجانب الاخر السياسه النقديه هي اللي بنعتبر ان تاثيرها سريع، فبالتالي رفع سعر الفائده ده بنقول عليه دايما حتى باجراء مؤقت او اجراء استثنائي عشان نمتص التضخم، فان العمل على امتصاص التضخم بيكون على اتجاهين، اتجاه السياسه الماليه واتجاه السياسه النقديه، ولكن طبعا يعني بينظر للسياسه النقديه انها الاسرع. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تحالف كواد يعلن استثمار 50 مليار دولار في آسيا والمحيط الهادئ. في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ولاية تكساس عملية إطلاق نار، ومن جهتها قامت الشرطة الأمريكية باعتقال مطلق النار في إحدى المدارس الداخلية في تكساس. والآن نتابع على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية من موقع إطلاق النار في ولاية تكساس. الآن نتابع معا على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية لوجود الشرطة الأمريكية والتي قامت باعتقال مطلق النار في إحدى المدارس الداخلية في ولاية تكساس الأمريكية. تعهد المشاركون في تحالف كواد باستثمار 50 مليار دولار على الأقل في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كان قادة قمة التحالف الرباعي والمعروف اختصارا باسم كواد قد عقدوا قمتهم بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبحث قادة كل من الولايات المتحدة واليابان والهند واستراليا أثر الوضع في أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأعرب القادة عن القلق بشأن الوضع المأساوي في أوكرانيا، كما تم التأكيد على أنه يجب حماية المبادئ الأساسية ومن بينها حكم القانون والسيادة ووحدة الأراضي في أي مكان.
وفي كلمته أمام القمة قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحدى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد كيشيدا على أنه لا يمكن السماح بحدوث نفس الشيء في منطقة المحيطين الهندي والهادي. روسيا من الواضح أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحدى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث نفس الشيء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، نحتاج إلى أن نتحد وأن نظهر التضامن بين البلاد الأربعة. من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التزامنا القوي بالرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة أمام المجتمع الدولي. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة كواد أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به للحفاظ على المنطقة سلمية ومستقرة. وخلال قمة المجموعة أعرب بايدن عن تطلعه إلى شراكة حيوية ومزدهرة في المستقبل بين دول قمة كواد. أمامنا الكثير من العمل الرباعي، وحقيقة الأمر هي أنه لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للحفاظ على المنطقة سلمية ومستقرة. علينا معالجة هذا الوباء والوباء التالي ومعالجة أزمة المناخ باعتبارها الزميل الجديد، وعلينا التأكد من أن تكنولوجيا المستقبل محكومة وفقاً لقيمنا. في وقت قصير أظهرنا أن الرباعية ليست مجرد موضة عابرة. نحن نقصد العمل. نحن هنا للحصول على الأشياء التي تم إنجازها للمنطقة، وأنا فخور بما نبنيه معاً، وأتطلع إلى شراكتنا الحيوية والازدهار في المستقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدر القردة و106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 7 مايو الجاري. أضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد فإنه يظل قابلا للاحتواء، لافتة إلى أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح بشأن كيفية التعامل مع هذا المرض. It's not done with us. أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أنها تختبر لقاحاً محتملاً للوقاية من جدر القردة، والذي أثار مخاوف عالمية واسعة. ولم تقدم شركة موديرنا مزيداً من التفاصيل والمعلومات بشأن اللقاح المحتمل، سوى أن الاختبارات تجرى في مرحلة ما قبل التجارب السريرية. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى جدر القردة، وتخطط السلطات الأمريكية لزيادة توزيع اللقاحات إلى أقصى حد على أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى، مثل مقدمي الرعاية والمخالطين المقربين، خاصة أولئك المعرضين لخطر الإصابة بحالة خطيرة من المرض. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي حرص المجلس على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. جاء ذلك في لقاء المنيفي مع أعيان وحكماء مدينة الزنتان بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المدينة، حيث تمت مناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي في مقدمتها المصالحة الوطنية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة. شهدت الجلسة العامة لجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة 6 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. خلال هذه الجلسة ناقش النواب عددا من الموضوعات الهامة التي تخدم المواطنين، فضلا عن مناقشة سياسة الحكومة بشأن منظومة النظافة.
برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من القرارات والقوانين والنظر للملفات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة بدأت بإحالة رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية إلى إحدى اللجان المشتركة لدراسته وإعداد تقرير عنه. الجلسة شهدت كذلك إحالة مجلس النواب 6 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. الجلسة العامة ناقش خلالها النواب سياسة الحكومة بشأن منظومة النظافة وأيضا قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية. المواطن المحلي ما بيطلعش بره في المحاور، وبالتالي أنا أتحدث حول مسألة غاية في الأهمية نحو تغيير بعض السياسات في تخصيص جهد أكبر داخل الطرق المحلية، شرط أن يكون هناك تطويرا تقنيا في عملية التنفيذ وعملية الحوكمة واستلام الأعمال. محتاجين نحلحل بعض الملفات الهامة زي التصالح وما إلى ذلك عشان نقدر نقول الجمهورية الجديدة في عهدها وفي عهد الجمهورية الجديدة تستطيع الدولة أن هي تسير للأمام. وخلال الجلسة استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة النظافة، مشيرا إلى أن إجمالية الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة منذ عام 2018 وصل لنحو 8,500,000,000 جنيه. كما تحدث وزير التنمية المحلية عن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير عواصم المحافظات والأسواق غير المخططة وغيرها من المشروعات. وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم المواطنين في المقام الأول، فضلا عن تشريع قوانين تسهل عمل الحكومة في أداء مهامها. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد النواب أهمية جلسة اليوم، حيث شهدت مناقشة العديد من الملفات التي تخدم المواطنين مطالبين في الوقت ذاته بضرورة ضخ دماء جديدة في المحليات للقيام بدورهم الوطني. ضرورة إحلال، يعني أن يكون في ضخ دماء جديدة. احنا بنشوف كوادر شابة يعني الآن تفرح في حياة كريمة، نتمنى أنه احنا نشوفهم في المحليات عشان يقوموا بدورهم الوطني. قلنا محتاجين ضخ دماء جديدة من الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية. النواب طلبوا بضرورة أن يكون هناك زيارات مفاجئة للمحافظين من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية واستغلال بعض الأماكن أو بعض المناطق أو بعض قطع الأراضي اللي هي مملوكة للدولة، استغلال تدر عائد على الخدمات عشان نقدر نحن نبقى فيه عائد نصرف منه على بعض الخدمات. افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المشروعات الخدمية في مجال الاتصالات بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. شملت المشروعات تدشين الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم من أجل توظيف بديوان عام المحافظة، إلى جانب افتتاح عدد من مكاتب البريد بقرى المحافظة، وتم تنفيذ كافة المشروعات والخدمات وفقا لجدول زمني محدد بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. محافظة الفيوم بتحظى بنصيب كبير، لدينا في محافظة الفيوم أكثر من 100 فرع
عندنا 109 مكتب في محافظة الفيوم. الفروع معظمها تطور، أكثر من 60% تطور، نصيب حياة كريمة منها أيضا نصيب كبير في التطوير. مشاركة البريد المصري في أكثر من 1415 قرية، 52 مركز ب 839 مكتب، طورنا أكثر من 70% منها، مش بس في الشكل الخارجي، في الخدمات أيضا وفي التقنيات المختلفة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشددا على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز. وأكد شن حملات تفتيش يومية على جميع المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها. نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الاستجابة لعدد من طلبات المواطنين في القطاع الصحي، وذلك من خلال التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ورؤساء الجامعات خلال الفترة الماضية. وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن. نظمت لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ندوة تحت عنوان المواطنة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمجلس القومي للمرأة. تطرق الحضور لمناقشة العديد من المحاور على رأسها دور الدولة المحوري في مناهضة الإرهاب ونشر ثقافة المساواة والعدالة والمواطنة، كما ناقشت المبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية، بجانب الحديث عن عدد من القضايا المهمة التي تلعب دورا محوريا في غرس قيم المواطنة ومنها التعليم والثقافة. والآن وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكما هبة حسين وريهام الديب. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب مع سفراء 24 دولة لبحث التعاون الاستثماري وعرض خطة الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة وإجراءات توفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أهمية هذا اللقاء، حيث تستحوذ 24 دولة على حصة كبيرة من الناتج العالمي وتدفقات الاستثمار والتجارة حول العالم، كما أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتلك الدول. أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي لبحث سبل التعاون المشترك. وأكد رئيس الهيئة الحرص على تعزيز الدور المحوري لقناة السويس لتظل حلقة وصل رئيسية لربط الشعوب والحضارات وخدمة الإنسانية وشريانا رئيسيا للتنمية والرخاء. إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب،
وتراجع رأس المال السوقي بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.13 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10,514 نقطة ليغلق عند مستوى 10,415 نقطة منخفضا بنسبة 95%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1,843 نقطة ليغلق عند مستوى 1,832 نقطة منخفضا بنسبة 59%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2,775 نقطة ليغلق عند مستوى 2,750 نقطة منخفضا بنسبة 88%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 18.46 جنيها للشراء و 18.54 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.75 19.85. الجنيه الإسترليني 23.3 23.14. الدرهم الإماراتي 5.2 5.5. أخيرا الريال السعودي 4.92 4.94. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق، إذ فاق تأثير تراجع الإمدادات العالمية وزيادة متوقعة في الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي بالولايات المتحدة مخاوف متعلقة بركود محتمل وقيود مكافحة كورونا بالصين. وأغلقت العقود الأجلة لخام برنت مرتفعة 14 سنتا أو بنسبة 12%، مسجلا 113.56 دولارا للبرميل. وسجلت العقود الأجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 109.77 دولارا للبرميل منخفضة بنسبة 52 سنتا أو بنسبة 47%. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 55% لتصل إلى 63 دولارا للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل 8.71 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. في وول ستريت فتحت الأسهم الأمريكية التداولات على انخفاض قوي للمؤشرات، وتراجع مؤشر داو جونز للإنتاج الصناعي بنسبة 1.22% خلال التعاملات، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.12%، وفقد ناسداك 3.43% من قيمته خلال التعاملات. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى هبة وريهم، إليكم. شكرا رغدة. أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل 11 شخصا خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر مجموعات إجرامية بمدينة ريو دي جانيرو. أفادت الشرطة أنها كانت تتعقب زعماء عصابات للمخدرات اتخذوا من الحي ملاذا لهم. يذكر أن الشرطة البرازيلية قد نفذت في مايو الماضي عملية دهم أوقعت 28 قتيلا. والآن مع أخبار الرياضة نعود مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما. والآن مع الأخبار الرياضية، أهلا بكم من جديد. تعادل MP مع ضيفي غزل المحلة بهدفين لمثلهما بالجولة 20 من الدوري الممتاز. بهذا التعادل رفع MP رصيده إلى 25 نقطة بالمركز التاسع، ووصل غزل المحلة أيضا لنفس العدد من النقاط بالمركز العاشر. الله
يلتقي روما الإيطالية الأربعاء مع فينر روتردام الهولندي بالمباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. كان روما قد تأهل للنهائي بعد فوزه على ليستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد بمجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما صعد فانرد للنهائي عقب تخطيه عقبة مارسيليا الفرنسية. تأهلت مايار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. عبور مايار شريف جاء عقب فوزها على الأوكرانية مارتا كاستياك بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5. نهاية الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين وريهام الديب. إليك. أشكرك رغدة. تتواصل فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة، وذلك بمشاركة العديد من الفرق المصرية والدولية. حول أحدث الفعاليات بهذا المهرجان ينضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من شارع المعز. أحمد، هل لك أن تنقل إلينا الأجواء لديك؟ نعم ريهام، تحية لك. ننقل لكم الأجواء من زاوية أخرى من زوايا مهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية هنا من شارع المعز، وتحديدا بجوار السور الشمالي للقاهرة، هذه المنطقة الأثرية والتاريخية البديعة، حيث انطلقت فعاليات اليوم الرابع هنا من فعاليات مهرجان الطبول الدولي في شارع المعز في تمام الساعة 8:30. كان المسرح هنا قد امتلأ عن بقرة أبيه بعدد كبير من الجمهور من محبي هذا النوع من الموسيقى، الموسيقى التراثية، موسيقى الطبول. اليوم كانت هناك فرقة سودانية من دونغولا في السودان وهذه الفرقة افتتحت عروض المسرح اليوم هنا في شارع المعز، تلتها بعد ذلك فرقة مصرية مستقلة وفرقة طبلة الست، وأيضا تقوم بعزف معزوفاتها ونغماتها على مجموعة من الطبال التي تقوم بها أنسة، تقوم بضرب وقرع هذه الطبول. والآن تقوم فرقة أخرى أيضا، باند مصري مستقل، يقوم بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، وسط تفاعل وحماس كبير جدا من الجمهور. نحن كذلك ننتظر فرقة أخرى فلسطينية، هناك فرقة أخرى مصرية مستقلة من محافظة القليوبية لتشارك في فعاليات هذا اليوم الرابع هنا في شارع المعز. إقبال كبير من المواطنين وسعادة كبيرة من المواطنين أيضا بهذه الأجواء التراثية والتاريخية والحماسية التي سعيد بها الصغار والكبار من مختلف الأعمار، فئات سنية مختلفة وشباب وبنات، وكذلك يعني رصدنا سعادة كبيرة أيضا من الفرق العربية المشاركة هنا في مهرجان الطبول، التي أعربوا عن سعادتهم البالغة بمشاركتهم هنا في مهرجان الطبول من قلب القاهرة لنشر رسالة السلام من خلال الطبول والنغمات الموسيقية. أشكرك ريهام. أشكرك، شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من شارع المعز، شكرا جزيلا. والآن نتحول إلى أخبار الطقس مع رغدة بوليلة. شكرا لكم أيها الباريهم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما هذه فهي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-20 الطقس حار، الإسكندرية 28-18 مائل للحرارة، مطروح 26-16، بورسعيد 27-20، الإسماعيلية 34-18. أما عن السويس ف 33-20، العريش 28-18، طابة 32-19، شرم الشيخ 35-25، الغردقة 35-26.
ننتقل إلى الأقصر ف 39-23 أسوان 38-24 الوادي الجديد 38-23 شلاتين 35-26 أخيرا حلايب 33-28. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. والآن مع أبرز لقطات اليوم. It was clear yesterday. I drove that. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يتابع مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح الأراضي ويواجه بدراسة أي تحديات تواجه المشروعات. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري ويواجه بتوسيع قاعدة المناقشات. المفوضية الأوروبية تتوقع فرض حظر أوروبي على النفط الروسي قريباً. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا ريهام، ازيك يا هبة، أهلا بك يا يوسف. كله تمام وإن شاء الله تكون موفق في الحلقة بتاعتك. يا مسهل الحال والله، أنا عمال بصطدم بأسئلة صعبة جدا بيقولها لي شحاتة يعني، بس إن شاء الله هنلاقي لها أجوبة. لازم الولد يبدأ ياخد دروس الجغرافيا من دلوقتي. أشكركم جدا، معلش يعني تفهموا أنا بقصد إيه بعد شوية. أيوه. أشكركم جدا واستأذنكم نبدأ فقراتنا.